أهلا بكم. قرأت لك أنت تسأل والمختص يجيب، مقال وإجابة على سؤال ماذا يقصد بجرش الذرة ومعاملتها حراريا خلال تكوين الحبيبات والتحبيب بليتينج. ماذا يقصد بجرش الذرة ومعاملتها حراريا خلال تكوين الحبيبات والتحبيب بليتينج؟ يجيب على هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد يونس حرب، استشاري تغذية الحيوان، عمان الأردن. نشر هذا السؤال وتلك الإجابة من صفحة 24 حتى صفحة 27 من مجلة أبقار وأغنام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة في بيروت لبنان، العدد 149 و150، يوليو أغسطس 2015. السؤال مرة أخرى: ماذا يقصد بجرش الذرة ومعاملتها حراريا خلال تكوين الحبيبات والتحبيب بليتينج؟ ما يحدث هو تعريض النشا للحرارة مما يؤدي إلى دخول الماء إلى حبيبات النشا، مؤديا إلى تكسر البلورية أو تكسر البلورية في حبيبات النشا، كاسرا بلوراتها والروابط الممسكة بالحبيبات، ومؤديا إلى تعرضها للإنزيمات مما يسهل من هضمها. الذي يحدث أثناء الجرش أو المعاملة الحرارية لحبيبات الذرة هو تعرض النشا للحرارة، ومسألة تعرض النشا للحرارة يساعد على تكسير حبيبات النشا مما يساعد ويسهل من عملية دخول الإنزيمات لتكسير وتحلل وهضم النشا بشكل جيد. ما هو فحص اليورييز للصويا ولماذا يعتبر هذا الفحص مهما؟ ما هو فحص اليورييز للصويا ولماذا يعتبر هذا الفحص مهما؟ هذا هو السؤال الثاني. اليورييز من اسمه نعرف أنه إنزيم. الإجابة: يتواجد في بذور الصويا إنزيم اليورييز، يورييز U-R-E-A-S-E. A-S-E هذا مقطع ينتهي به معظم الإنزيمات. يتواجد في بذور الصويا إنزيم اليورييز، وهذا الإنزيم في الطبيعة يحول اليوريا إلى أمونيا، يحول اليوريا إلى أمونيا، يوريا تتحول إلى أمونيا NH3 عن طريق إنزيم اليورييز. وكما قلنا من قبل أن في كرش المكترات المسار النهائي لتحول أو المسار النهائي لهضم البروتينات التي تتكسر إلى أحماض أمينية التي تتكسر إلى أمونيا تنتهي إلى ميكروبيا البروتين. كذلك الـ NBN اللي هي مثل اليوريا برضو تنتهي إلى تتحول عن بواسطة إنزيم اليورييز إلى أمونيا التي تدخل أو هي المادة الأساسية أو اللبنة الأساسية لتكوين الميكروبيا البروتين، البروتين الميكروبي. وعندما يتم تحميص الصويا تقضى عليه تقضى عليه الحرارة، والتي تقضي بنفس الوقت على مثبطات التريبسين، تريبسين انهيبيتورز، أي المثبط الذي يمنع هضم البروتين. ولذلك يستعمل هذا الفحص للتأكد من أن التحميص جيدا، حيث توجد كمية من الصويا مع كاشف كيماوي هو الفينول الأحمر، الفينول الأحمر. فإذا تم إعطاء اللون الأحمر الفاتح فمعنى ذلك أن هناك يورييز، وبالتالي تتواجد مثبطات التريبسين وإن التحميص غير جيد. إذن فحص اليورييز للصويا هو فحص للتأكد من وجود اليورييز، وإذا تواجد اليورييز معناه وجود مثبطات التريبسين، ويكشف عن
اليورييز بدليل الفينول الأحمر، فينول ريد. فإذا أعطى اللون الأحمر الفاتح معنى ذلك أن هناك يورييز، ومعنى وجود اليورييز أن تحميص الصويا غير جيد، لأن معنى وجود اليورييز معناه وجود مثبطات التريبسين التي تمنع هضم البروتينات. ما هي علامات اقتراب الولادة عند الأغنام؟ ما هي علامات اقتراب الولادة عند الأغنام؟ عدم الراحة، عدم الراحة، ريست ليسز، التمدد، التعصير، النظر إلى بطنها، اضطجاعها ووقفها عدة مرات، يعني النوم والوقوف عدة مرات. أما العلامات بأن الولادة ستكون خلال فترة قصيرة فهي ظهور ماء الرأس، كيس الرأس والطلق. ما هي التحضيرات التي يجب القيام بها قبل ولادة الأغنام؟ ما هي التحضيرات أو التجهيزات التي يجب القيام بها قبل ولادة الأغنام؟ دفاية، خزن حليب اللبئة في الفريزر، أي خزن أو تخزين حليب السرسوب في الفريزر تخزينه، صبغة اليود، أنبوب معدني مع الحقنة الشرجية، ترمومتر، ميزان حرارة، ترمومتر، حليب بديل أي بديلات الحليب، ميزان الخرفان، حبل سحب، فيتامين ألف دال تلاتة ه، سيلينيوم، مضاد حيوي. إذن كل ما هو تجهيزات خاصة بالأم والنعجة والجنين بعد الولادة. ما معنى تجهيز الحظائر للولادة؟ ما معنى تجهيز الحظائر للولادة؟ تجهيز الحظائر كالتالي: ترش بالجير الحي لقتل الميكروبات التي بها، تهوى تهوية جيدة، توضع طبقة من القش على الأرضية، يراعى وجود حظائر كافية للقطيع، يتم تفقد الأبواب والحواجز وتظبيطها وتزييتها، يتم تفقد الأبواب والحواجز وتزييتها، يتم تجهيز الأدوات والأدوية والحليب البديل، يتم تجهيز معالف صغيرة ومشارب صغيرة، يتم التأكد من أن الإضاءة جيدة، يتم تحضير سجلات للولادة، يتم تحضير الخلطة الجيدة للنعاج. تصاب نعاجي بمرض تسمم الحمل فماذا أفعل؟ تصاب نعاجي بمرض تسمم الحمل فماذا أفعل؟ أنصحك بزيادة حبوب الشعير أو الذرة بمعدل 400 ل 600 جرام يوميا لها، كما أنصحك بأن تقوم النعاج بالمشي يوميا وذلك لفتح شهيتها. ما هي درجة الحرارة للنعاج والخراف وفي أي حالة يمكن أن تكون حالتها خطيرة؟ ما هي درجة الحرارة للنعاج والخراف وفي أي حالة يمكن أن تكون حالتها خطيرة؟ إن درجة الحرارة تؤخذ من الشرج. درجة الحرارة العادية للنعجة والخراف من 39 إلى 40 درجة مئوية. درجة الحرارة الخطيرة درجة الحرارة الخطرة للخراف 37 إلى 39 درجة مئوية. درجة الحرارة أقل من 37 الخراف مصابا يفقد الحرارة وهناك خطورة ويؤدي إلى الموت. ما هو العمل إذا كانت الحرارة منخفضة للخراف حديث الولادة؟ ما هو العمل إذا كانت الحرارة منخفضة للخروف حديث الولادة؟ نقوم بتجفيف الخرفان بقطع من القماش الجاف، ننشف الخراف بقطع من القماش الجاف،
وضعه في محيط تكون درجة حرارته من 40 ل 45 درجة مئوية، أي تدفئة المكان من حوله. اجعل حرارته ترتفع إلى 38 خلال ساعتين، ولا تحاول التسريع في التدفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى حروق ومن ثم إلى وفاته. أرجعه إلى أمه إذا كان غير قادر على الرضاعة. أطعمه بأنبوب معدني 150 إلى 250 ملي لتر حليب. لدي نعج تحك جسدها على السور، لدي نعاج تحك بجسدها على السور، وقد نظرت إلى جلدها وكان لونه زهريا، هل بها حلم أو قمل؟ فماذا أعمل؟ إن الحك في النعاج يكون سببه في الغالب طفيليات خارجية، خاصة في أوقات الشتاء وحين المكوث في الحظائر. استعمل الأيفوماك، فهو يقضي على كل الطفيليات الخارجية التي تمص الدم. قد تضطر إلى استعماله مرتين لتكون المعالجة فعالة، كما أن استعمال مبيدات التغطيس التي ينصحك بها الأطباء البيطريون يؤدي إلى التخلص من الطفيليات الخارجية. سؤال آخر، لدي نعاج بدأت تفقد خصلا من صوفها، والبعض يتناول هذا الصوف. لدي نعاج بدأت تفقد خصلا من صوفها والبعض يتناول هذا الصوف. معظم الظن أو أغلب الظن أن السبب يعود إلى الطفيليات الخارجية، خاصة القمل والقراد، أو قد يكون هنالك نقص في المعادن المأكولة. أنصحك برش النعاج بمضادات للطفيليات الخارجية ووضع قوالب معدنية لتلعقها النعاج بشكل حر. صف لي طريقة فطام الخراف وبأي عمر تفطم. يجب معرفة طريقة التربية قبل الإجابة على هذا السؤال. فإذا كانت التربية انتشارية، أي كما هو الحال في معظم إنتاجنا في هذه المنطقة، فإن الخراف تفطم بعمر 90 إلى 120 يوما، وبوزن يتراوح ما بين 18 إلى 22 كيلو جرام. ففي هذه الحالة يجب أخذ نصف الحليب يوميا من الأم صباحا ومساء، وإبقاء كمية قليلة للخروف، بحيث يضطر إلى أكل خلطة ممتازة مبنية على المركزات موضوعة أمامه في غياب أمه، ويتم التأكد من أن الكمية المأكولة جيدة. يتم الفطم بصورة مفاجئة وخلال يوم واحد. أما إذا كانت التربية مكثفة، أي بشكل مكثف، ويتم الفطام بعمر 60 يوما أو أقل، فيجب استعمال طريقة التغذية الزحافة كريب فيدينج، بحيث تتمكن الخراف من تناول خلطة الفطام ولا تقدر الأم على الوصول إليها. وحين التأكد من أن أكل الخراف جيد وعلى طول 147 يوم، تفطم الخراف وعلى الخلطة المبنية على المركزات والتي جميع مكوناتها ممتازة. إن الماء يجب أن يتواجد عند الحيوانات طوال الوقت عند الفطام. إن الخلطة الزحافة، أي الخلطة المركزية، يتم تعويد الخراف عليها وهي بعمر 10 إلى 20 يوما. إذن طريقة فطام الخراف، فإذا كانت الطريقة بالإنتاج المكثف تفطم فطام مبكر على 60 يوم شهرين. أما في حالة التربية العادية غير المكثفة فتفطم على 90 إلى 120 يوم، يعني من 3 شهور إلى 4 شهور، على وزن 18 إلى 22 كيلو جرام. هل هناك ضرر عند وضع خرافي وأغنامي على مرعى مكون من حقل مزروع بالشعير؟ هناك نقطتين يجب الانتباه لهما، حيث أن رعي الخراف والأغنام على المرعى يعتبر جيد، ولكن يجب التدرج بحيث يسمح للأغنام بالرعي ولكن بعد أن تكون قد
تعودت على هذا المرعى ولمدة 14 يوم كما كنا من قبل مسألة التدريج لمدة أسبوعين. وثانيا يجب أن يتم إطعامها دريسا قبل إدخالها إلى المرعى، فيما إذا كانت هنالك ندى على البقوليات أو كما يفعل المزارعون، وهي إدخال الحيوانات بعد أن يتطاير الندى. هل من الضروري جرش أو تهشيم الذرة أو الشعير للأبقار والأغنام؟ هل من الضروري جرش أو تهشيم الذرة أو الشعير للأبقار أو الأغنام؟ هذا سؤال ذو شقين. بالنسبة للأبقار فمن الضروري جرش أو تهشيم الذرة والشعير، لأن ذلك يحسن من هضميتها ولا يجعل هذه البذور تمر عبر الجهاز الهضمي بدون هضم. أما بالنسبة للأغنام فليس من الضروري تهشيم الشعير، بل ربما يعتبر أفضل إبقاء الشعير على حالته خاصة في الخلطات المركزة. أما بالنسبة للذرة فيمكن جرشها أو تهشيمها بشكل بسيط، جرش خشن، حيث من الضروري جرشها أو تهشيمها لاستعمالها بشكل أكفأ. سؤال جديد: استعمال خلطة مركز تحتوي على 18% بروتين خام، وفي الفترة الأخيرة امتنعت الخراف عن تناول هذه الخلطة، ماذا أفعل لكي أجعلها تعود للأكل؟ من الضروري التأكد من نسبة المادة المالئة في الخلطة، والتأكد من أن النوعية جيدة من الدريس في الخلطة بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، وعندها ستعود الخراف للأكل وستذهب هذه المشكلة. سؤال جديد: لماذا يجب عدم وضع الأغنام وقت التزاوج على مرعى بقولي أخضر؟ لأن هذا المرعى يحتوي على الأيزوفالفينون، وهذه المادة لها نشاط استروجيني، حيث حينما تتغذى النعاج وقت التزاوج على بقوليات أقل من 40 سنتي في الارتفاع، فإن هذه المادة لها أثر استروجيني تسبب عقما مؤقتا في النعاج وتقلل أيضا من خصوبة الكباش. ما هي الاستراتيجية الإدارية لإبقاء قطيع الأبقار بأعلى إنتاجية لديك؟ ما هي الاستراتيجية الإدارية لإبقاء قطيع الأبقار بأعلى إنتاجية؟ برنامج إنتاج بكريات ممتازة في تطورها ونموها. برنامج المرحلة الأولى للحلابة يجب الانتباه إلى التزاوج وكفاءة التناسل. برنامج المرحلة الثانية للحلابة يجب الانتباه إلى كفاءة الحلابة، التغذية وراحة الأبقار. برنامج المرحلة الثالثة للحلابة يجب الانتباه إلى تحسين الأدوات، فترة الجفاف، درجة الاكتناز، وبرنامج الاستبعاد. ما هي السقوف البيولوجية للأبقار لعدد المواليد؟ أكبر بقرة عاشت كان اسمها بارثيا الكبيرة، بيج بارثيا، ماتت 3 أشهر قبل عيد ميلادها 49. ماتت قبل 3 أشهر قبل عيد ميلادها 49، كأي عاشت البقرة بارثيا الكبيرة بيج بارثيا 49 سنة إلا 3 شهور. أنتجت بارثيا الكبيرة في حياتها 39 عجلا وعجلة. من السقف البيولوجي للولادة أنتجت بقرة فريزيا في بريطانيا عجل وزنه 101.8 كيلوغرام، أي تقريبا 102 كيلوغرام. من هنا نكون قد استعرضنا الكثير من الأسئلة والأجوبة التي قام بالإجابة عليها أستاذنا الدكتور محمد يونس حرب، استشاري تغذية الحيوان
في عمان الأردن في باب سؤال وجواب، سؤال وجواب في الصفحات 24 إلى 27 من مجلتنا الغراء أبقار وأغنام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العدد 149 و150، يوليو أغسطس 2015. إلى هنا ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.